فاز بريد البحرين بجائزة خدمة العملاء البريدية الدولية من الاتحاد البريدي العالمي، وهي جائزة تعنى بخدمة العلماء من بين 175 دولة على مستوى العالم في خدمة عملاء البريد للعام 2023. بهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان، الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك في نشرة الأخبار، ونبارك لكم هذا الإنجاز. في البداية، ماذا يمثل لكم هذا الفوز بالجائزة من بين 175 دولة على مستوى العالم؟ أمسي عليكم بالخير وعلى جميع المشاهدين. أولا مبروك لمملكة البحرين الفوز بهذه الجائزة المستحقة، واللي حقيقة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحكومتنا الموقرة بجميع القطاعات بشكل عام وقطاع البريد بشكل خاص. نعم، ما في شك بأن الفوز بهذه الجائزة يمثل لنا الكثير حقيقة، خصوصا بأنها صادرة من الاتحاد البريدي العالمي، وهو الاتحاد المسؤول عن قطاعات البريد على مستوى العالم. كذلك تأتي الجائزة في فترة تحول وتطوير شامل لقطاع البريد من قبل حكومتنا الموقرة في إطار رؤية المملكة الاقتصادية 2030. لذلك تعتبر الجائزة يعني مؤشر على أن خطة تطوير قطاع البريد تسير في الاتجاه الصحيح، يعني في ظل دعم قيادتنا الرشيدة والحكومة الموقرة وكذلك سعادة وزير المواصلات والاتصالات لقطاع البريد. بالإضافة إلى ذلك، يعني في نقطة مهمة، هذه الجائزة تتعلق بمستوى خدمة العملاء على مستوى العالم وليس المحلي فقط، وهو ما يعكس أهمية الفوز بهذه الجائزة. نعم، إذن دكتور خالد، ما هي أبرز المعايير التي أهلتكم لهذا الفوز المستحق؟ ما في شك بأن هناك الكثير من المعايير حقيقة اللي يتم على أساسها الحصول على الجائزة، ولكن من المهم يعني الإشارة إلى أن عملية التقييم هذه تمتد لعام كامل وعلى مدار الساعة، ويتم التقييم من خلال الالتزام بمستوى الخدمات مثل ما بينت على مستوى العالم وليس المحلي فقط. نعم، من أهم هذه المعايير تشغيل نظام البريدي على مدار العام، الرد على جميع العملاء حسب اتفاقية مستوى الخدمة وبالوقت المحدد بنسبة لا تقل عن 98%. كذلك يجب أن لا تتجاوز فترة الرد على العميل، وهذه بعد على مستوى العالم 3 ساعات عمل، والالتزام بمستوى الخدمة من خلال حل أي مشكلة لأي عميل بنسبة لا تقل عن 92%، بالإضافة إلى المعايير الأخرى. نعم، إذن الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان، الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.